السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أعزائي طلبة في فيديو جديد من شرح مادة إدارة 2. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نبلش في موضوع الـ Resource Allocation. بكل بساطة موضوع الـ Resource Allocation هو عبارة عن عملية، هاي العملية هدفها أنه نوزع العمال على الـ Activities الموجودة عندي في المشروع. يعني بكل بساطة أنا بكون عندي عدد معين من العمال المتوفرين كل يوم، يعني مثلا أنا عندي 7 عمال متوفرين كل يوم في المشروع، تمام؟ طيب هذول 7 عمال كيف أوزعهم على الـ Activities الموجودة عندي بحيث انهم ينجزوا هاي الاكتيفيتي كلياتها، تمام؟ فاذا انا هدفي اوزع العمال على الاكتيفيتيز بحيث يتم انجاز الاكتيفيتيز بشكل كامل. فاذا بحكي لك على سبيل المثال، لو كان عندك يعني لو اجى المقاول على المقاول الفرعي وحكى له والله انا بدي يعني تشوف لي عدد من العمال، ايوه، بحيث والله يشتغلوا لي الاكتيفيتيز الموجوده عندي في المشروع. فاجى حكى له المقاول الفرعي انا متوفر عندي مثلا بس 5 عمال بقدر اوفر لك كل يوم. فهون المقاول الرئيسي بده يتقيد انه بس عنده 5 عمال متوفرين كل يوم، فبالتالي هذول 5 عمال بده يجي يوزعهم على الاكتيفيتيز الموجوده عندي في المشروع بحيث انهم ينجزوا هاي الاكتيفيتيز وينجزوا المشروع بشكل كامل، تمام؟ طيب وهذول 5 عمال رايحين يكونوا هم الماكسيمم، يعني هم اكثر شيء انا بقدر اوفره، تمام؟ فاذا اكثر عدد من العمال اللي انا بقدر اوفره مثلا في هذا المثال هو 5 عمال، وبالتالي انا عندي الماكسيمم اللي بقدر اشتغل عليه كل يوم هم 5 عمال بس، ما فيش غيرهم، تمام؟ طيب تمام. وهنا طبعا بيجي دور الريسورس الوكيشن، يعني الريسورس الوكيشن رايحين ناخذه هو عباره زي ما قلنا، هو عباره انه اوزع هذول العمال على المشروع بحيث اضمن كل الاكتيفيتيز يعني يتم انجازها عندي، ايوه، وهيك انا بضمن انه المشروع كامل يتم انجازه، تمام. طيب فمثلا يعني لو جينا حكينا لك مثلا عندنا هاي نتورك، عندنا هاي الاكتيفيتي A، B بتعتمد عليها وC بتعتمد عليها وبعدين بتجي الاكتيفيتي D، تمام. وفرضنا انه الاكتيفيتي A الديوريشن لها 4، اما الديوريشن الاكتيفيتي بي 1، وسي الديوريشن لها 2، وبالنسبه لدي الديوريشن لها 4. طبعا هون العلاقات لازم تعرف انها دائما فينش تو ستارت، ما في عندنا هون علاقات غير فينش تو ستارت، تمام؟ فرايحين نشتغل بس فينش تو ستارت وبدون وجود اي لاج، فاذا هون العلاقات كلياتها فينش تو ستارت، تمام؟ طيب فبالتالي لو جينا نعمل الايرلي كالكوليشنز نيجي بنحكي والله الاي بتبلش من 0، بعدين هاي 4، بعدين ال4 هاي بتيجي عند البي، بعدين 4 زائد 1 5 بيعطيني، وبالنسبه لسي هون بتبلش من 4، وبالنسبة بالنسبة لنهاية سي بتكون 6، وهون باجي باخذ الأكبر عند الدي اللي هي 6، تمام، وبتنتهي عند 10. فهيك أنا بكون عملت الإيري كالكوليشن. طيب وحكي لك الأكتيفيتي عندنا مثلا A و B و C و D، وكل أكتيفيتي أعطاني عدد العمال اللي بحتاجه عشان أنجزها. فالأكتيفيتي A مثلا بدها 3 عمال كل يوم عشان أنجزها، الأكتيفيتي B بدها 3 عمال كل يوم، طيب C بدها عاملين كل يوم، D بدها عاملين كل يوم. طيب وقال لك الماكسيموم نمبر أوف ليبرز، الليبرز هم العمال، تمام؟ فالماكسيموم نمبر اوف ليفرز المتوفر عندي كل يوم هو 4 عمال، فانا بقدر اوفر لك بس 4 عمال كل يوم. طيب وين المشكله بتظهر عندي؟ يعني ليش انا بدي اعمل الريسورس الوكيشن اصلا؟ فبنيجي هون للنتورك هذا البسيط، اول يوم طبعا بالنسبه للاكتيفيتي اي قال لك هي بدها 3 عمال، فالاكتيفيتي اي امورها ماشيه، انا بقدر اوفر 4، فخلص باخذ بجيب 3 من هذول الاربعه يجي يشتغلوا اي ويروحوا، تمام؟ طيب بعدين اجينا والله للاكتيفيتي بي وسي، طيب بي وسي ببلش المهنه بنفس اليوم، تمام؟ طيب بي يوم بدها يجي مبرشن، بي بدها 3 عمال وسي بدها عاملين. طيب لو انا هذول الثنتين بدي اشتغلهم مع بعض انا بدي 5 عمال، تمام؟ طيب 5 عمال هذول اكبر من الماكسيمم، ايوه، فبالتالي انا كيف بدي اوزع هذول الاربع عمال اخليهم يجوا يشتغلوا بي ويشتغلوا سي؟ يعني وين اوديهم؟ على بي ولا سي؟ هذا الشيء رايحين نتعرف عليه الان في موضوع ريسورس الوكيشن، ماشي؟ طيب واخر شيء طبعا بالنسبه لدي هي بدها عاملين، فالعاملين يعني امورهم تمام لانه انا متوفر عندي والله 4 عمال، تمام؟ طيب فاذا انا ظهرت عندي المشكله وين؟ بين بي وسي. يوم ما اجيت ابلش بي وسي انا مش عارف بايش ابدا، ابدا باللي له 3 عمال، ايوه، ولا اللي له عاملين، ايوه، ابدا باياه بالضبط. فانا شو الشروط اللي يعني رايح تكون موجوده عندي عشان احدد بايش ابلش، تمام؟ هاي الاشياء رايحين نعرفها ان شاء الله في هذا الموضوع. فاذا مبدئيا احنا اللي حكيناه انه الريسورس الوكيشن هو عمليه توزيع العمال على الاكتيفيتيز الموجوده في المشروع، وهو موضوع مهم جدا بحيث انه اعرف هاي العمال يعني كيف راح تشتغل على هاي الاكتيفيتيز وقديش مده المشروع راح تصير عندي، لانه في موضوع الريسورس الوكيشن ممكن تلاحظ انه مده المشروع تزيد عندك، فهذا الشيء عادي طبيعي لانه العمال ما بيقدروا ينجزوا المشروع مثلا لمده 17 يوم، مثلا لو كانت مده المشروع 17 يوم، العمال المتوفرين عندك ما بيقدروا ينجزوا ب 17 يوم، لازم يحتاجوا مثلا
20 يوم، فبالتالي بدك تعطيهم 20 يوم لانك انت مجبر، يعني مصرياتك اللي انت بدك تدفعها لاجور للعمال ما بكفن انهم والله ينجزوا ب 17 يوم، فلازم هم يعني يمددوا اكثر، او يعني ما في عندك العدد الكافي، فبالتالي لازم يعني ياخذ وقت اكبر المشروع حتى يتم انجازه في 20 يوم على سبيل المثال. فاذا يعني هذا الموضوع مهم جدا تعرفه في مواضيع الاداره. طيب فاذا بحكي لك الان الانشطه في المشاريع طبعا اللي احنا رايحين ندرسها راح تقسم الى قسمين. في عندنا انشطه بنسميها كونتينيوس وانشطه بنسميها انتربتبل. طيب شو الانشطه الكونتينيوس؟ الانشطه الكونتينيوس هي عباره عن انشطه اذا بلشت فيه لازم انهيه، لازم اضل شغال عليه كل يوم لحد ما انهيه، تمام؟ هذا هو النشاط الكونتينيوس، النشاط المتصل او المستمر. اما بالنسبه للانتربتبل فهو نشاط متقطع، يعني انا بقدر مثلا لو عندنا مثلا اكتيفيتي بي على سبيل المثال مدتها 4 ايام، لو انها كانت كونتينيوس انا لازم اشتغل مثلا بي بتبلش باليوم الثالث وبتنتهي باليوم السابع على سبيل المثال. طيب فانا اذا كانت كونتينيوس لازم اشتغلها باليوم الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، تمام؟ يعني هي بتنتهي عند نهايه اليوم السابع، فبالتالي انا لازم اشتغل بي كل يوم لحد ما انهيها، ماشي؟ طيب اما بالنسبه اذا كانت بي انتربتبل والله بدي ابلش فيها باليوم الثالث، تمام؟ طيب بدي بلش فيها باليوم الثالث وجيت اشتغلت باليوم الرابع، بس اليوم الخامس قلنا ما بدنا نشتغل عادي، قال لك عادي والله اكتيفيتي بي ما هي انتربتبل، انتربتبل يعني بقدر متقطعه، فمثلا اليوم الخامس ما اشتغلت ولا اليوم السادس ولا اليوم السابع، اجيت ما رجعت لها باليوم الثامن وباليوم التاسع قلت ما بدي اشتغل، باليوم العاشر بعدين اشتغلت، ايوه اشتغلت باليوم العاشر والله وانهيت الاكتيفيتي اشتغلت عليها 4 ايام، تمام؟ طيب تمام. فبالنسبه لهون يوم كانت كونتينوس بشتغل عليها باليوم الثالث والرابع والخامس والسادس، وعند بدايه اليوم السابع بتكون منتهيه اصلا، فبالتالي هذول 4 ايام، ماشي؟ طيب ماشي. فهيك الفكره بالكونتينوس انه انا بدي اشتغل عليها كل يوم لحد ما انهيها. اما بالنسبه اذا كانت انتربتبل فانا عادي بقدر اقطع هاي الاكتيفيتي او بقدر انقطع عنها لعدد من الايام بعدين ارجع اكملها واكمل المشروع، ماشي؟ طيب ماشي. وطبعا الاكتيفيتي الانتربتبل ممكن تكون اكتيفيتي بالكريتيكال باث عادي، يعني موضوع الكريتيكال باث هون تحديدا في الريسورس الوكيشن مش كثير مهم ومش كثير مؤثر، تمام؟ لانه احنا زي ما حكينا الديوريشن للمشروع اصلا هون ممكن تتغير، والكريتيكال باث طبعا هو اللي بيحدد لك يعني ديوريشن المشروع، فعادي هون ديوريشن المشروع اصلا تتغير، تمام؟ فبالتالي موضوع الكريتيكال باث مش كثير مهم، والكريتيكال اكتيفيتيز ما راح تكون كثير مهمه في موضوع الريسورس الوكيشن، لانه انا بالنسبه لي راح يكون تركيزي على توزيع العمال على الاكتيفيتيز بحيث انهي المشروع يعني خلال مده المشروع او يعني قد يزيد عنها يومين ثلاث اربعه. اهم شيء انه نوزع العمال بالشكل الصحيح على الاكتيفيتيز الموجوده عندي حسب ما هو متاح، تمام؟ طيب تمام. طبعا الحال العام بحكي لك للانشطه، لو السؤال اجالك وما حدد لك انها انتربتبل ولا كونتينيوس، الحال العام بتيجي تعتبرها انها متقطعه، يعني بتعتبرها انتربتبل، فاذا ما حدد لك السؤال بتعتبرها انتربتد او انتربتبل، تمام؟ طيب تمام. فاذا الان عندنا نوعين من الاكتيفيتيز، صح؟ طيب بناء على هذا الكلام ما دام عندي نوعين من الاكتيفيتيز راح يكون في عندي 3 طرق ايوه للحل، او انه عشان انا اعمل ريسورس الوكيشن على هاي الاكتيفيتيز. طيب الريسورس اللوكيشن اللي بدي اعمله على هاي الاكتيفيتيز اذا كانت كونتينيوس قال لك بدي اتبع طريقه السيريز، اما اذا كانت انتربتبل بدي اتبع طريقه البارالل ميثود. طبعا طريقه السيريز والبارالل ميثود كثير بيشبهن بعض، يعني في فرق بسيط بيناتهم، تمام؟ طيب تمام. والطريقه رقم 3 راح تكون عندي اسمها بروكس ميثود، وبروكس ميثود هاي كومبينيشن يعني بين السيريز وبين البارالل، يعني هاي الطريقه بتزبط للانتربتبل وبتزبط للكونتينيوس. اذا بروكس ميثود بتزبط للثنتين، بالنسبه للبارالل ميثود بتكون بس ل الانتربتبل اكتيفيتيز، اما بالنسبه للسيريز فهي بتكون الكونتينيوس اكتيفيتيز، تمام؟ طيب تمام. فاذا احنا بدنا ندرس 3 طرق، هذول 3 طرق كلياتهم يعني بدايه قبل ما تبلش بحل السؤال ببلشوا بنفس البروسيجر، وهاي البروسيجر ببلشوا فيها هم بالبدايه البروسيجر تبلشوا فيها بالبدايه، بس بدنا ننزل لهون عشان نعرفك على البروسيجر اللي رايحين نمشي فيها. فالبروسيجر رايح تكون عندي انه انا بدي اقوم بحساب حسابات الفورورد والباكورد، ايوه لازم احسب حسابات الفورورد والباكورد، تمام؟ وبعد ما احسب حسابات الفورورد والباكورد راح اطلع، راح يكون في عندي ليت ستارت راح اجي اطلعها، وهسه راح نعرف اهميه الليت ستارت، وراح اطلع التوتال فلوت لكل هاي الاكتيفيتيز. بعدين راح اجي اشتغل على الطرق او احد الطرق الثلاث اللي هي البارال ميثود او السيريز او البروكس ميثود. طيب الان نرجع لهون، احنا قلنا يعني بدنا نشتغل على احد هذه الطرق. طيب الان بالنسبه للمشكله اللي صادفتنا اول شيء في بدايه هذه المحاضره، يوم حكينا
بالسكيجول هون ايوه حكينا انه الاكتيفيتي سي والاكتيفيتي بي هذول بدهم 5 عمال وانا متوفر عندي 4 عمال. طيب باي اكتيفيتي ابلش؟ ايوه هون الان لازم نعرف لمين الاولويه بدي اعطيها. قال لك الاولويه بعطيها اول إشي لاقل ليت ستارت. اذا اول اولويه بعطيها للاقل ليت ستارت، تمام؟ اذا الأولوية بعطيها للأقل ليت ستارت. طب ليش بعطيها للأقل ليت ستارت؟ ما هو إيش معنى ليت ستارت؟ معنى ليت ستارت هو أقصى مدة زمنية بقدر أتأخر فيها لبين ما ببلش في الأكتيفيتي، تمام؟ طيب وبالتالي أنا عشان ما أأخر المشروع كثير باجي بأخذ أقل ليت ستارت. يعني على سبيل المثال الأكتيفيتي بي مثلا أيوة مثلا كانت تبلش مثلا بيوم 4، أما الأكتيفيتي سي كانت يعني الليت ستارت إلها هذا الليت ستارت، تمام؟ والليت ستارت الأكتيفيتي سي هو 3، معناته أنا أقصى إشي بقدر أتأخره على الأكتيفيتي سي هو 3 أيام، يعني باليوم الثالث ماكسيموم لازم أبلش فيها، تمام؟ طيب أما بالنسبة لبي فهي باليوم الرابع ماكسيموم لازم أبلش فيها، يعني هي بقدر أتأخر عن بي أكثر من سي. طيب معنى هذا الكلام إنه سي لو أنا مثلا قلت بدي أروح أبلش ببي أيوة وأترك سي، معناته سي راح تتأخر وبالتالي راح تأخر مدة المشروع. طبعا أنا ماشي حكيت لك وين مدة المشروع راح تتأخر، بس هذا لا يعني إنه أنت تأخرها لكم كبير، لأنه طبعا التأخير في مدة المشروع، التأخير في تسليم المشروع هذا بده يعني ينطبق عليه بعض المبالغ بعض الغرامات طبعا حسب الاتفاق وحسب العقد الموجود عندي، تمام؟ فبالتالي لأجل هيك انت لازم تراعي انه قدر الامكان احنا ما مننا ناخر المشروع، لأجل هيك انا باخذ الليت ستارت اقل وحدة وهي ببلش فيها. اذا هاي اول اولوية انه الاقل ليت ستارت هو اللي بتبلش فيه. طيب الاولوية الثانية ايش هي؟ ايوه الاولوية الثانية قال لك اذا الليت ستارت طيب تساوي، يعني زي مثلا بالسؤال السابق او بالنتورك السابقة يوم كانت بي الليت ستارت لها 4 وسي يمكن الليت ستارت لها 4 مثلا على سبيل المثال. طيب فالليت ستارت هذول ليهم متساوية. طيب هون مين اللي بيجي بيحل الموضوع؟ اللي بيجي بيحل الموضوع التوتال فلوت. باجي بطلع التوتال فلوت للبي وبطلع التوتال فلوت للسي. طيب واشوف اقل توتال فلوت وببلش فيها. اذا الاقل توتال فلوت هي اللي راح ابلش فيها اذا كان الليت ستارت عندي متساويات. برضو نفس السبب ونفس السبب اللي حكيناه سابقا بالنسبه للليت ستارت. طيب اذا التوتال فلوت ليش انا باخذ اقل وحده؟ لانه التوتال فلوت معناه انه هو اقصى مده بقدر ااخر فيها الاكتيفيتي بحيث ما تاخر لمده المشروع. وفعليا احنا حكينا تونا انا المشروع ما بدي اياه يتاخر كثير، لذلك انا باخذ اقل توتال فلوت ببلش فيه. طيب افرض التوتال فلوت تساوى في الاكتيفيتي، يعني بالنسبه لبي وسي طلعت التوتال فلوت متساوي، طلعت مثلا التوتال فلوت لبي 3 وطلعت التوتال فلوت لسي والله 3. ايوه هون بنيجي للحاله الثالثه الاولويه الثالثه وهي انه باخذ الاكتيفيتي اللي لها اكبر عدد من الليبرز اكبر عدد من العمال، تمام؟ فالاكتيفيتيز اللي ليها اكبر عدد من العمال هي اللي ببلش فيها، ماشي؟ اذا اول شيء الليت ستارت الاقل، اذا تساوي بالليت ستارت باخذ اقل توتال فلوت، اذا تساوي بالتوتال فلوت باخذ اكبر عدد من العمال، تمام؟ الاكتيفيتيز اللي بتحتاج اكبر عدد من العمال هي اللي ببلش فيها، وهذا الشيء طبعا طبيعي لانه هاي مثلا بدها يعني شغل اكثر، فبالتالي معنى بدها اكثر عدد من العمال، انه بدها شغل اكثر، فبالتالي بروح ببلش بالشغل الصعب بعدين بترك الشغل السهل لبعدين. طيب افرض انه والله عدد الليبرز متساوي بين هاي الاكتيفيتيز، قال لك اذا عدد الليبرز متساوي بين هاي الاكتيفيتيز بتبلش حسب الترتيب الابجدي للحروف، تمام؟ يعني كيف حسب الترتيب الابجدي للحروف؟ يعني لو مثلا بي كان بدها 3 عمال وسي بدها 3 عمال، مين حسب الترتيب الابجدي بيجي بالاول؟ البي بتيجي قبل السي، فبالتالي باجي ببلش ببي، تمام؟ وهيك انا بكون عرفت كل الاولويات اللي عندي. فاذا تو اكتيفيتيز كانوا ببلشوا عندك من نفس اليوم ايوه ما بقدر اشتغلهم سوا، فانا بدي اجي اشوف ابلش اعطي اولويه للي لها ليت ستارت اقل، اما اذا تساوي بالليت ستارت باجي بروح مباشره على التوتال فلوت وبعطي اولويه للي لها توتال فلوت اقل، واذا تساوي بالتوتال فلوت باجي بروح بعطي اولويه للي بدها للي الها او اللي بدها او بتحتاج اكبر عدد من العمال، واخر شيء لو عدد العمال متساوي الاولويه بتكون لحسب الترتيب الابجدي. طبعا غالبا الخطه الاولى الثانيه يعني بحل لك الموضوع، يعني نادر تتصل للثالثه اصلا، تمام؟ تمام. فاذا تونا شو حكينا؟ اول خطوات الشغل على الريسورس الوكيشن انك تروح تحسب الى حسابات الايرلي ستارت والايرلي فينش والليت ستارت والليت فينش وتحسب التوتال فلوت لكل الاكتيفيتيز الموجوده عندك. ليش بدك تحسب الليت ستارت والتوتال فلوت؟ لانه الليت ستارت والتوتال فلوت بحددوا لك الاولويه لو تو اكتيفيتيز صاروا بدهم يبلشوا مع بعض وعدد العمال ما بيكفيني انهيهم سوا، تمام؟ فبالتالي انا هنا بعرف الاولويه لمين. طيب لو رجعنا للنتورك السابقه تاعت البي والسي، والله هنا مين اللي له أولوية؟ أيوه هون لمين الأولوية رايح تكون؟ لو لاحظت مثلا هون السي لها توتال اللي هي ليت ستارت 4
والبي لها ليت ستارت 5، مين الاقل ليت ستارت؟ السي، فاذا الاولويه بتكون لسي، تمام؟ فاذا هون الاولويه اني ابلش بسي واكمل سي بعدين ابلش ببي، تمام؟ فهيك يعني هاي معنى الاولويات. فاذا احنا بكل بساطه الان يعني ملخص اللي حكيناه كلياته انه الريسورس الوكيشن هي عمليه توزيع العمال على الاكتيفيتيز عندي بالمشروع بحيث اراعي انه مده المشروع ما تتاخر كثير. عادي تتاخر بس ما بدي اياها تتاخر كثير. طبعا ليش ما بدي اياها تتاخر كثير؟ لانه اصلا في عندي عقد، في عندي التزامات بدي التزم فيها، تمام؟ طيب النقطه الثانيه تحدثنا عن انواع الاكتيفيتيز، وانه الاكتيفيتيز في المشروع في الموقع حتكون على نوعين، اما اكتيفيتي كونتينوس انا لازم اضل مكمل فيها كل يوم، يعني كل يوم اشتغلها لحتى حتى تخلص، اما بالنسبه للنوع الثاني فهو الانتربتد اللي هي اكتيفيتي المتقطعه اللي بقدر يعني اشتغلها مثلا يوم، اليوم الثاني ما اشتغلش، اليوم الثالث ارجع اشتغل، اليوم الرابع والخامس مثلا ما بدي اشتغل، باليوم السادس برجع بشتغل حتى اكمل الاكتيفيتي فبكملها براحتي يعني، تمام؟ ايوه. بالنسبه للكونتينوس اكتيفيتيز الطريقه اللي رايحين نتبعها هي طريقه السيريز، اما بالنسبه للانتربتد اكتيفيتيز راح اتبع معاها طريقه البارالل ميثود، وبالنسبه للبروكس ميثود هي طريقه يعني بتزبط للانتربتد وبتزبط للكونتينوس اكتيفيتيز، تمام؟ فاذا عندنا ثلاث طرق بدنا نتعلمهم كلياتهم ان شاء الله في موضوع الريسورس الوكيشن، تمام؟ واخر شيء حكينا عن الاولويات لو كان عندي تو اكتيفيتيز او اكثر، طبعا ممكن يكون عندي ثلاث اكتيفيتيز ببلشوا من نفس اليوم، عادي ما في مشكله، بمثلا انا عندي تو اكتيفيتيز او اكثر ببلشوا من نفس اليوم او من نفس الوقت، باجي بروح بشوف الاولويات اللي عندي، الاولويات انه اول شيء الليت ستارت ببلش فيه، الاقل ليت ستارت او الايرليست ليت ستارت، يعني الاقل ليت ستارت هي ببلش فيها، اذا تساوى الليت ستارت بروح ببلش بالاقل توتال فلوت، واذا تساوى التوتال فلوت بروح ببلش بالاكبر نمبر اوف ليبرز اللي لها يعني عدد عمال الأكثر، أيوة، وإذا تساوى عدد العمال بروح ببلش حسب الترتيب الأبجدي، تمام؟ الألفابيتيكال أوردر. طيب الآن نيجي لطريقة السيريز، أيوة، بكل بساطة نيجي نأخذ مثال على طريقة السيريز. طبعا احنا حكينا أول خطوة أنت لازم تعملها إنك ترسم سكيجول، وجميع العلاقات هون راح تكون فيش تو ستارت، فبالتالي سهل تحسب حسابات الإيرلي ستارت والإيرلي فينش والليت ستارت والليت فينش، سهل تطلعهم لأن العلاقات كلها فينش تو ستارت. بعد ما تعمل هذول الثلاث خطوات أو يعني إنك ترسم سكيجول، تطلع الكالكوليشنز، بعدين تطلع التوتال فلوت، بتروح بتبلش تشتغل على طريقة السيريز على جدول، وهسه رايحين نشوف شو الجدول اللي رايحين نشتغل عليه. طيب بحكي لك طبعا مثال على طريقة السيريز، هاي معطيك اكزامبل، بقول لك ديستريبيوت ذا ليبرز، اذا وزع لي العمال، ايوه، على الاكتيفيتيز الموجوده عندي بحيث انه العمال اللي انا معطيك اياهم بالمشروع، افترض انه الماكسيمم نمبر اوف ليبرز اللي انا قايل لك انهم متوفرين عندك كل يوم هم 5 ام و2 اتش. شو معنى ام؟ ام يعني ميسونز، ميسونز يعني اللي هم الطبرجيه، تمام، او عمال الحجر. اما بالنسبه لاتش اللي هم الهيلبرز اللي هم المساعدين، يعني المساعدين هذول شو بتلاقيهم يشتغلوا؟ بتلاقي مثلا يعمل مثلا يجبل الجبلة، ايوه، بعد ينقل مثلا اغراض للميسونز وهكذا، تمام. فاذا احنا عندنا ميسونز وعندنا هيلبرز، ماشي. طيب ماشي، ايوه، فاحنا بدنا نوزع الميسونز والهيلبرز اللي هم الخمسه ميسونز والاثنين هيلبرز، بدنا نيجي نوزعهم على الاكتيفيتيز هاي بحيث ان الاكتيفيتي A تحتاج الى اثنين ميسون وواحد هيلبر، بالنسبه للاكتيفيتي B قال لك بتحتاج اثنين ميسون وواحد هيلبر. طب C نفس الشيء، اثنين ميسون وواحد هيلبر، ودي تحتاج واحد ميسون، الاي بتحتاج ثلاثة ميسون، الاف بتحتاج ثلاثة ميسون مثلا، الجي بتحتاج واحد ميسون واثنين هيلبر وهكذا، تمام. طيب تمام، ايوه. طيب اول شيء لازم انت تيجي ترسم زي ما حكينا السكيجول، طبعا معطيك هيني الاكتيفيتي، معطيك البريسيدنج اكتيفيتي اللي هي الاكتيفيتي اللي بتيجي قبلها، يعني A ما بتعتمد على شيء، في شيء قبليها، البي بتعتمد على A، السي بتعتمد على A، فانت لازم ترسم هذا السكيجول، الدي بتعتمد على B والاي بتعتمد على B والاف بتعتمد على C والجي والاتش بيعتمدين على C، بالنسبه للجي بيعتمد على D، وبالنسبه للكي بتعتمد على الجي والاي، بالنسبه لل بتعتمد على F وجي واتش، واخر شيء الام عندك بتعتمد على K وال، تمام. ومعطيك الديوريشن لكل اكتيفيتي عندي. فاذا الان لازم تروح ترسم السكيجول، هاي هم رسموا السكيجول هون عندك كالتالي، ايوه، فهذا هي رسمة السكيجول. يعني رسمة السكيجول اتوقع الكل بيعرفها، يعني هاي اول شيء A، بعدين قال لك البي بتعتمد على البي والسي بيعتمدين على A، وبالنسبه للاي والدي فهن بيعتمدين على B، هنا وصلناهن، والاف والجي والاتش بيعتمدين على C، والجي تعتمد على دي كانت، وبالنسبه لكي كانت تعتمد على جي واي، وبالنسبه للال كانت تعتمد على اف وجي واتش، واخر شيء الام كانت تعتمد على كي وال، تمام. وهون اجى حط لك الديوريشن لكل اكتيفيتي، يعني هاي الاي الديوريشن لها 1، البي الديوريشن لها 4، الاي الديوريشن لها 4 وهكذا، اللي هي الديوريشن اللي احنا ذكرناهم بالجدول، تمام. طيب
طبعا بالنسبة لهذا الشكل اللي هو شكل المستطيل اللي زي هيك، هذا الشكل طبعا احنا يعني كنا ايش نيجي نحط دوائر، يعني انت اليوم تيجي ترسم دائرة تيجي تقول A1 تمام، والإير دي ستارت والإير دي فينش والهاي القصص تيجي بتحطها زي شحطات. طبعا هنا هم بيعملوا زي جدول، هذا الجدول بتكون من يعني عندك اول شيء المربع اللي تحت هذا بكون الديوريشن، بالنسبة للمربع هذا بتحط فيه الإير دي ستارت، مربع هذا بتحط فيه الإير دي فينش مثلا، ايوه بالنسبة للمربع هذا بتحط فيه ليت ستارت، هذا المربع ليت فينش، وهذا المربع اللي هون توتال فلوت، والمربع اللي هون بتحط فيه فري فلوت. طبعا هون الفري فلوت مش مهم لنا تمام، احنا المهم لنا هون التوتال فلوت والليت ستارت تمام. فاذا لازم اعمل الكالكوليشنز عندي. طيب طبعا احنا بدنا نتبع الطريقه التقليديه تاعتنا انه اجي احط الشحطات واسهم فوق ارجح لي، بس انه حبيت اشرح لك الجدول هذا ايش معناه. طيب فبالتالي انا هون عندي 1 فبنبلش هون من 0 1 بعدين هون 1 الى 5 بعدين هون 1 ل 3 تمام، بعدين هون بنيجي بنحكي هاي 5 هاي بعدين 9 هاي هون 5 بزيد عليها 1 بتصير 6 وهاي 6 طبعا بزيد عليها 2 طبعا علاقات فينش تو ستارت لاجي هيك انا ماشي فيهم بسرعه. طيب 6 زائد 2 8 وعندنا هون طبعا باخذ القيمه الاكبر بين التسعة والثمانية فباجي باخذ 9 عفوا 9 زائد 6 15 ايوه، وبرجع هون بالنسبه للاف طبعا ما بقدر اكمل على الام لانه هون عندي ال انا مش حاسبها. طيب فباجي بحكي هون السي 3 فهاي 3 بتبلش 3 3 6 وهاي بتبلش من 3 7 وهاي بتبلش من 3 بتروح لعند الخمسة، باخذ القيمة الأكبر بالنسبة لل اللي هي 7 زائد 2 9 معناته أم راح آخذ اللي هي 15، 15 زائد 1 16، فإذا أنا مدة المشروع عندي 16 يوم، ولكن هاي 16 يوم ممكن تزيد نتيجة عملية الريسورس ألوكيشن رايح أعملها. هون الطريقة طبعا هي عبارة عن سيريز ميثود، لأنه أصلا هون يعني هو المفروض حكى لك كون إنه الأسيوم ذا أكتيفيتيز إنها إيش كونتينيوس تمام كونتينيوس، فلازم استخدم السيريز ميثود ماشي. طبعا السيريز ميثود والبارالل يعني ما راح تشوف انهم بيفرقوا عن بعض كثير، ولكن خلينا نبلش بالسيريز ميثود نتعرف عليها. مهم تفهم كيف اليه السيريز ميثود، يعني اذا فهمتها هسه راح تريح حالك في البارالل ميثود وفي البروكس ميثود، يعني بتريح حالك في كل الطرق الجايه تمام. طيب نيجي نبلش. طبعا بنعمل جدول زي هيك ايوه، هذا الجدول طبعا عشو بيحتوي، بيحتوي على الاكتيفيتي على الريسورسز على الديوريشن، وبيحتوي ايضا على التوتال فلوت والليت ستارت. طبعا انا نسيت هنا ما ارجع فيه نرجوع، لازم انا ترجع فيه نرجوع عشان تحسب الليت ستارت، فباجي برجع هنا 16 وهنا 15 تمام، وهاي 15 15 ناقص 6 9، وهنا باجي بقول لك 15 ناقص 2 اللي هي 13. طيب وبالنسبة هون هاي راح تكون 13 هون كمان عندها، وهاي راح تكون 13 ناقص 3 10، وهون عندنا 13 ناقص 4 بتكون 9، وهون بتكون عندي 13 ناقص 2 اللي هي يعني 11 تمام ايوه. وباجي بعدين هون السي باخذ لها المينيمم، وانت راجع بتيجي تاخذ المينيمم تمام، المينيمم اللي هي 9، فبالتالي باجي باخذ 9 ناقص 2 بتكون عندي 7. طيب ونرجع هون نكمل بالنسبه للكي، الكي والله هون 9 فهي بتيجي 9، 9 ناقص 2 بتكون 7، وهي 7 بتصير ناقص 1 اللي هي 6، وبالنسبه للاي بتكون عباره عن 9 ناقص 4 5، وهاي راح تيجي تاخذ 5 مش 6 تمام، لانه هاي 6 وهاي 5 باخذ الاقل، 5 ناقص 4 1، وبتيجي الاي بتاخذ الاقل بين الواحد والسبعة اللي هو 1 ناقص 1 0 تمام. وبحسب ايضا التوتال فلوت ليهم كلياتهم. لو جينا قلنا التوتال فلوت لاي مثلا، خلينا نيجي نحطه مثلا باللون هذا، التوتال فلوت لاي 0 اللي هو التوتال فلوت شو معناه؟ معناه الاير دي فينش او عفوا الليت كالكوليشن ناقص الاير دي كالكوليشنز، يعني الليت ستارت ناقص الاير دي ستارت او الليت فينش ناقص الاير دي فينش تمام. بالنسبه للبي 1 ناقص 1 كمان 0 توتال فلوت لها. طب بالنسبه لسي 7 ناقص 1 6 توتال فلوت لها. طيب بالنسبه لاف توتال فلوت لها 3 عفوا 10 ناقص 3 اللي هي بتطلع 7، فخلينا نكتبها هون. طيب بالنسبه للجي مثلا، الجي 9 ناقص 3 اللي هي 6. طيب بالنسبة للـ H 11 ناقص 3 اللي هي عبارة عن 8. طيب بالنسبة للـ L اللي هي عبارة عن 13 ناقص 7، توتال فلوت اللي راح يكون 13 ناقص 7 اللي هي عبارة عن 3 يعني تقريبا 6، أيوة 6. طيب بالنسبة لـ E التوتال فلوت اللي راح يكون 5 ناقص 5 0. طيب بالنسبة لـ D توتال فلوت اللي 6 ناقص 5 اللي هو 1، أيوة التوتال فلوت لـ J 7 ناقص 6 اللي هو 1. أو بالنسبة للكي، الكي توتال فلوت لها 0، 9 ناقص 9 0. أيوة بالنسبة للأم أيضا التوتال فلوت لها راح يكون 0. فبالتالي أنا عندي لاحظ إنه الأم والكي والإي والبي والإي هذول كلها توتال فلوت 0، هذول بقدر أعتبرهم ترى كريتيكال باث تمام؟
ايوه، فاذا هذول الكريتيكال باث الموجود عندي، ولكن هل بيهمني اطلعه؟ هون فعليا ما راح يهمك تطلعه اثناء الحل. طيب اذا طلعت التوتال فلوت، طلعت الليت كالكوليشنز او الليت ستارت، فبالتالي باجي بحطهم في الجدول عندي هون. ايوه هاي الاكتيفيتي ايه، برتب طبعا، بحط كل القيم بنقولها في هذا الجدول، بحط اكتيفيتي، بحط ريسورسز، بحط بعدين الديوريشن، التوتال فلوت، الليت ستارت، عشان اشوف الاولويات عندي. تمام، بعد ما رتبتهم بالجدول، الجدول بترك فيه خانه فاضيه، هاي الخانه الفاضيه عشان اعرف انا بايش بدي ابلش، وهسه رايحين نشوف كيف راح اشتغل عليها. تمام، بعدين هنا حطينا عدد الايام، طبعا هاي الواحد يعني معناه انه انا بلشت من هنا صفر، طبعا هذا بدايه اول عمود او اول يعني سطر اللي هو عباره عن صفر، بعدين هاي هذا نهايته، نهايه المربع هذا هي واحد، هاي معنى الواحد. تمام، ايوه هنا واحد نهايته عند اثنين، نهايته هذا عند ثلاث، ونهايته عند أربعة، فهاي الأربعة يعني إنه نهاية اليوم، تمام؟ أو نهاية المربع، فأنا بكون وصلت عند اليوم الرابع، ماشي؟ فهيك معناه، تمام؟ فإذا هذا هو اليوم الأول، هذا هو اليوم الثاني، هذا هو اليوم الثالث، هذا هو اليوم الرابع، تمام؟ هذا اليوم الخامس، السادس، السابع، وهكذا. طبعا هنا انتبه، طبعا هاي الأرقام معناها هاي عشرة، مش يعني واحد صفر يعني هي عشرة، بس إجت معنا هيك في الطباعة، تمام؟ وهي 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. طبعا أنا هنا مدة المشروع كانت عندي 16 يوم على فكرة، صح؟ طيب مدة المشروع 16 يوم، ليش أنا وصلت ل 21؟ لأنه زي ما حكيت لك ممكن بسبب الريسورس ألوكيشن تزيد مدة المشروع، فبالتالي أنت لازم تزود لك 5 6 7 أيام، أيوه بعد البروجكت ديوريشن، تمام؟ طيب تمام، نيجي نبلش هسه في السيريز. طيب بالسيريز أنت بدك تيجي توزع العمال اللي عندك. طب شو العمال المتوفرين عندي الان؟ كل شغلنا رايح يكون على هذا التيبل. طيب العمال المتوفرين عندي اللي هم 5 ميسون، وايضا 5 ميسونز، وايضا كان عندي 2 هيلبر، تمام؟ فهذول المتوفرين عندي. طيب بالنسبه لايه؟ والله ايه قال لك هي اول اكتيفيتي بالمشروع، فبالتالي ايه هي اللي لازم ابلش فيها. طب لازم ابلش فيها معناته هي هاي الاكتيفيتي ريدي او اوبن، يعني انا مفتوحه عندي، فلازم هي اول اكتيفيتي ابلش فيها عشان اقدر ابلش بالاكتيفيتي الثانيه واكملها، تمام؟ طبعا هون ما بتقدر تبلش بالاكتيفيتي اللي بعد غير تكمل اللي قبل، لانه العلاقات فينش تو ستارت، ماشي؟ طيب ماشي، فبتيجي بتحكي لي والله بالنسبه للاكتيفيتي ايه، اذا اكتيفيتي ايه شو معنى هاي الشحطه؟ هاي الشحطه باجي بحط شحطه زي هيك انه انا قادر ابلش باكتيفيتي ايه. طيب اكتيفيتي ايه بتها 2 ام 1 اتش، هذول اقل من الماكسيمم، يعني هنا اذا انا بدي 2 ام 1 اتش، خلص ممتاز، بكمل اكتيفيتي ايه وخلص بخلص من اكتيفيتي ايه. طيب فاذا اكتيفيتي ايه بدها 2 ام 1 اتش، طب اكتيفيتي ايه الديوريشن لها 1، يعني باجي بمشي عليها بالمربع الاول، باجي بحط بالمربع الاول 2 على 1، 2 يعني 2 ام، 1 يعني 1 اتش، تمام؟ فاذا هيك انا بكون كملت الاكتيفيتي ايه، وباجي هذا شايف هذا اللي هو هاي المربع الشحطه بظلله كامل. ليش؟ معنى هذا الكلام اني وانا والله كملت اكتيفيتي ايه، خلص يعني اكتيفيتي ايه كملت معي. طيب اكتيفيتي ايه بس كملتها ايش فتحت لي؟ فتحت لي اكتيفيتي سي وبي، لو رجعت للسكيدجول بتشوف انها فتحت لك سي وبي، فاذا سي وبي صارت مفتوحات، تمام؟ فاذا هاي بي وسي صار عندي مفتوحات، تمام؟ طيب فبالتالي بي وسي فتحنا عندي. طيب فبالتالي بناء على هذا الكلام، ايوه بالنسبه لبي والله مين الاولويه لهم؟ طيب لمين الاولويه؟ انا ماشي بي وسي عندي ببلشوا سوا فعليا، طيب فبالتالي لمين الاولويه هون؟ عشان مين اللي اعرف مين بمين بدي ابلش؟ طيب بالنسبه لبي وسي الاولويه والله للي له ليت ستارت اقل. طب مين اللي له ليت ستارت اقل؟ البي ليت ستارت لها 1، فبالتالي انا الاولويه عندي ابلش بالبي. طيب البي عشان ابلش فيها انا محتاج 2 ام 1 اتش، طب قديش بضل عندي؟ بضل عندي من ال 5 ام و 2 اتش بضل عندي يعني 3 ام و 2 اتش، لانه راحوا 2، ايوه راحوا 2 للبي و 1 اتش للبي، وبضل عندي يعني 3 ام و 1 اتش، تمام؟ طيب 1 اتش و 3 ام، هل ال 3 ام وال 1 اتش هذول بيظبطوا يعني يشتغلوا في سي؟ تمام؟ فباجي بشوف سي، والله سي بتحتاج 2 ام و 1 اتش، معناته بيظبط هذا الحكي، اذا بيظبط سي ابلش فيها مع بي، تمام؟ اذا اول شيء انا حددت الاولويه لمين؟ الاولويه طلعت لبي، ايوه بعدين بشوف هل العمال اللي ظلوا عندي بيقدروا يشتغلوا بسي ولا ما بيقدروا؟ والله اذا بيقدروا بشغل سي عادي، بخليهم يبلشوا بسي، اذا ما بيقدروا خلص معناته ما بقدر اشتغل بسي. طيب اذا الان هم بيقدروا، فبالتالي انا بي وسي بقدر ابلش فيهن مع بعض، تمام؟ فبالتالي باجي بقول له بي بتبلش عندك باليوم الثاني 2 1، ايوه، وسي بتبلش عندك باليوم الثاني 2 1. انتبه للديوريشن، ايوه بالنسبه لسي والله الديوريشن لها 2، هينا حاطك اياه هون. طيب سي معناته بشتغل عليها باليوم الثاني كمان، ايوه بالنسبة لبي بدي اشتغل عليها كمان باليوم الثاني، بعد اليوم الثاني بتنتهي سي، اذا سي بكون انا كملتها بعد اليوم الثاني، فبالتالي هذا المربع خلص منظلله، بينما بي
انا لسه مش مكملها طبعا، بس اكمل اكتيفيتي، هاي الاكتيفيتي بتكون فتحت لي اكتيفيتي ثانيه، فبالتالي مين الاكتيفيتي اللي فتحتهم سي، باجي بشوف السكيدجول فتحت لي اف وجي واتش، اذا اف وجي واتش هذول صارت مفتوحات عندي بقدر ابلش فيهم، تمام؟ فاذا انا عندي في اف وجي واتش. طيب الان انا بدي ابلش باف وجي واتش، ولكن انا بدي احط ببالي ايش؟ انه بالنسبه لبي انا مبلش فيها وانا قاعد شو بشتغل سيريز، يعني بي لازم اظل مبلش فيها، لازم اكمل اظل مكمل فيها. معنى هذا الكلام انه بي حاليا هي لها الاولويه حتى لو ما كانت اقل ليت ستارت، لانه انا بلشت فيها، تمام؟ طيب فبالتالي بي ماخذ 2 ام و1 اتش، كم ظل هذول؟ ايوه اللي هن اف وجي واتش، ظايل لهم 3 ام و1 اتش، صح؟ طيب هل الثلاثة ام والواحد اتش هذول اللي ظلوا بقدر اشغلهم على الاكتيفيتي اللي لها الاولويه؟ طيب مين الاكتيفيتي اللي لها الاولويه بين اف وجي واتش؟ باجي بشوف مين الاقل ستارت، الجي. طب الجي كم بدها؟ بدها واحد ام واثنين اتش. طب انا مش متوفر عندي اثنين اتش، معناته جي ما بقدر ابلش فيها. باجي بطلع للبعديها، مين اللي بعديها؟ اللي بعديها الليت ستارت لها 10 اللي هي اف، تمام؟ اف بدها ثلاثة ام وصفر اتش، ايوه. فبالتالي انا متوفر عندي اصلا 3 ام و1 اتش، طيب معناته اف بقدر ابلش فيها، فبالتالي اف الان بقدر ابلش فيها في اليوم الرابع، فبالتالي باجي بقول له والله اف اليوم الرابع 3 0، وبالنسبه لاتش ايوه 2 1. طب هل الاتش اللي ظلت الاكتيفيتي اتش هاي ايوه بقدر ابلش فيها؟ قال لك هون ما بظل عندك ام، يعني خلاص احنا استهلكنا الام لانه الاف اخذت 3 والبي اخذت 2، طب فما ظل عندي ام، ما ظل عندي ميسونز، فبالتالي اتش ما بقدر ابلش فيها، ما بقدر ابلش فيها لحتى اكمل وحده من الاكتيفيتي اف وبي، وبنشوف بعدين شو بصير معنا. طيب بي بكملها لليوم الرابع طبعا عندي، لانه هي ديوريشن لها 4، فبالتالي بشتغل عليها 4 ايام. بعدين الاف باجي بكملها لليوم اللي بعده وبوقف، مش تكمل اف 3 ايام، لا بكمل بشوف اللي كملت معي، بعدين باجي بروح بشيك، بدي اروح اشيك عندي على الاكتيفيتيز اللي فتحت لي اياها بي، تمام؟ لانه ممكن تتغير الاولويات هسه عندي، فبدي اشوف ودي اعرف كيف اشتغل. طيب فبالتالي اذا بي كملناها، بعد ما بي كملناها باجي مباشره بروح بضل المربع تحت. طيب خلصنا بي، طيب بي ايش فتحت لنا لو نرجع للجدول؟ ايوه والسكيدجول فتحت لنا اي ودي، طيب فبالتالي اي ودي صارت مفتوحات عندي، طيب ممتاز، وين الاي ودي؟ هين هاي اي وهاي دي، فاذا اي ودي انا بدي اشتغل عليهم. طيب بالنسبه لاف ايوه اف انا مبلش فيها وانا قاعد بشتغل سيريز، معناته اف هي لها الاولويه لازم اشتغل عليها في اليوم الجاي، تمام؟ معناته اف هي راح تاخذ 3 ام و0 اتش، معناته كم اللي ظلوا عندي؟ اللي ظلوا عندي من اصل 5 ام 2 ام، ايوه من اصل 2 اتش 2 اتش، لانه احنا ما اشتغلناش على اتش على اي هيلبر، ما احتجنا اي هيلبر في الاكتيفيتي اف، تمام؟ طيب اذا هذول اللي ظلوا، طب لمين الاولويه بين الدي والاي والجي والاتش؟ طبعا اف انا شغال عليها هيك كيك، تمام؟ طيب فبالتالي ظل عندنا الجي والاتش والاي والدي، مين له الاولويه؟ مين له اقل ليت ستارت؟ اللي له اقل ليت ستارت بلاحظ انها دي، صح؟ فبالتالي دي انا لازم اشتغل عليها. طب دي كم بدها؟ 1 ام و0 اتش، فباجي بقول والله دي بدها هنا 1 ام و0 اتش. كم بضل عندي من الاثنين ام والاثنين اتش؟ بضل عندي ايوه لو جينا هنا حذفنا الاثنين هاي، بضل عندي طبعا اخذت 1 ام منهم، معناته بضل عندي 1 ام و2 اتش، تمام؟ فاذا هذول لدي وهذول لاف، وبالنسبه للواحد ام و2 اتش مين بعد دي بالاولويه؟ بعد دي بتيجي اي، صح؟ ايوه، او عفوا طبعا قبل لازم احنا اخذنا اي، اي اللي لها الاولويه، بس اي طبعا ما بقدر اشتغل عليها لانه بدها 3 ام، واحنا كان متوفر عندنا 2 ام، تمام؟ بعدين اجينا لدي، ايوه ودي لقينا بدها 1 ام وصفر اتش، فبالتالي دي بقدر اشتغل عليها. بعد دي مين بالاولويه؟ بيجي الجي اللي هو له الليت ستارت 9، فجي بتحتاج 1 ام و2 اتش، ايوه وانا اصلا اللي ظلوا عندي 1 ام و2 اتش، فبقدر اشغلهم على جي وبعدين خلص بوقف، فانا بشتغل على 3 اكتيفيتي في اليوم رقم 6، تمام؟ فاذا اول شيء الاف 3 0، لاحظ الاف كملناها باليوم السادس، ايوه بالنسبه لدي اصلا دي الديوريشن لها 1، فبالتالي دي بس تشتغل عليها يوم 1 اللي هي 1 0، ايوه بالنسبه للجي، الجي اشتغلنا عليها يوم 1 1 الى 2، تمام؟ طيب تمام، اذا الاف كملت عندي والدي ايضا كملت عندي، فلازم اشوف ايش بيفتحوا لي. بالنسبه للدي خلينا نظللهم بالبدايه، اذا دي خلصناها خلاص، وبالنسبه لاف يجينا خلصناها، تمام؟ طيب اذا هذول خلصناهم، مين ظل عندنا هسه؟ الجي انا مبلش فيها، فالجي حاليا الها الاولويه لانه انا مبلش فيها، خلينا نمسح هذول كمان. طيب
الآن أنا خلصت من الأف والدي. طب الأف إيش بتفتح لي والدي إيش بتفتح لي؟ بالنسبة للأف والله بعديها ال، بس ال ما يعني ما بقدر أدخل عليها وأبلش فيها غير تأكمل أف وجي وإتش، لأنه العلاقات عندي هنا فينيش تو ستارت، تمام؟ فإذا ال ما راح أقدر أبلش فيها، لو كملت أف ما راح تقدر تبلش بال، ليش؟ لأنه جي وإتش لسه أنا مش مكملهم. طب بالنسبة للدي، الدي جاي بعديها جي، طيب الجي معناته بقدر أبلش فيها لأنها بس تعتمد عدي، تمام؟ طيب فبالتالي الجي هسه صارت من الخيارات الموجودة عندي اللي بقدر أبلش فيها، تمام؟ طيب نرجع هسه هون، أيوة بالنسبة والله لجي إحنا قلنا أنت مبلش فيها أصلاً بالأساس، فإذا جي إحنا حالياً مبلشين بجي، فإذا جي هاي إحنا مبلشين فيها حالياً ومدتها 4 أيام، فلازم أكمل جي، فإذا جي قديش بدها؟ 1M و2H. إلها الأولوية لأنه أنا بلشت فيها وأنا قاعد بشتغل سيريز. طب كم ظل عندي؟ ظل عندي من الليبرز الموجودين عندي 4M و0H، لأنه الماكسيمم عندي أصلاً 5M و2H، 2H أخذتهم جي وظل عندي 4M. طيب الأربعة أم هذول بشوف وين بحطهم. طيب بالنسبة لجي هاي خلصنا منها. طيب بالنسبة لجي مين بعد؟ مين الأولوية؟ الأولوية لمين؟ بين H وجي وإي، هذول اللي بشتغل عليهم قاعد. أيوة بالنسبة للإي مثلا نيجي نشوف الأولوية لمين، راح تكون لإي، تمام؟ لأنه إلها 5 ماشي ليت ستارت، فهي أقل ليت ستارت، فإذا لازم أنا أبلش بإي. طيب إي قديش بدها؟ 3M. طب أنا متوفر عندي 4M، معناته إي بقدر أبلش فيها، فخلاص هسه بنيجي نبلش بإي، تمام؟ أيوة الديوريشن لإي 4 أيام، فبالتالي باليوم الجاي أنا لازم أبلش بإي. طيب بعدين بالأولوية عندي إجت مين؟ الجي، الجي طبعا ما بقدر أبلش فيها لأنه بدها 2M و2H، طبعا أنا ظل عندي 1M، هذا ال 1M لا يكفي لا إني أبلش بجي ولا اتش، لانه اتش اصلا بدها كمان 1H، بدها 1 هيلبر، فبالتالي انا ما بقدر لا ابلش لا بجي ولا باتش، فانا حاليا بس بقدر اكمل على جي وابلش باي، تمام؟ طيب تمام، فنيجي نبلش. ايوه بالنسبه لجي خلص باجي بحط 1 ل2، ايوه بالنسبه للاي 3 ل0، طيب بكمل 1 ل2 وهنا 3 ل0، بكمل لحد ما اكمل واحده فيهم، وهنا 1 الى 2 هاي كملت الجي لانه الجي لها 4 ايام، هيني كملتهم، تمام؟ وهنا بحط 3 الى 0. طب بالنسبه لاي ما كملناها، اذا الجي حاليا احنا كملنا الجي، فنيجي نظللها والجي خلاص خلصناها، تمام؟ طيب نيجي للاي هسه. الاي والله قلنا احنا وقفنا ظل ظل ظايل بدها يوم بالنسبه للاي، تمام؟ طيب الا هسه الجي بس كملتها بتفتح لي شيء؟ برجع للسكيدجول بشوف انه والله جي عندي ما راح تفتح لي شيء لانه جي بعديها ال، والال عشان اقدر ابلش فيها لازم اكمل اتش كمان، فاذا انا كملت اف وجي، طيب الاتش لازم اردك كمان اكملها عشان اقدر ابلش بال، تمام؟ طيب اتفقنا. طيب فبنيجي نكمل بالنسبه للجي. بالنسبة لإي، إي لسه ما كملناها إحنا، أيوة بس يعني اللي كملناها إحنا جي هنا في هاي الخطوة، فبالتالي جي ما بتفتح لي شيء، فإذا أنا بس بدي أشتغل على الأكتيفيتيز الموجودات عندي حاليا. طيب الموجودات عندي اللي هن إي، وإي لها الأولوية لأنه أنا مبلش فيها، وطبعا حتى لو جيت للليت ستارت بتلاقي إنه إي لها أقل ليت ستارت، فبالتالي لها الأولوية على جميع الجهات. أما بالنسبة لإتش وجي تعال نشوف قديش بضل إلي بضل عمال عندي حتى أعرف إذا بقدر أبلش فيهم أو لا. طيب بالنسبة لإي، بالنسبة لإي حاليا باليوم الجاي هي راح تأخذ 3M، أيوة 0H رايحين يشتغلوا هذولا وين؟ بإي. طيب قديش بضل عندي من الماكسيمم؟ بضل عندي 2M و2H. طب لمين الأولوية حاليا؟ الأولوية لجي، ليش؟ لأنه إله أقل ليت ستارت. طب جي بده 2M و2H، فجي أخذ هذول اللي ظلوا كاملات، تمام؟ ايوه فجي بقدر ابلش فيها والاتش للمره الجاي تابلش فيها. طيب بالنسبه لجي، جي قديش الديوريشن لها؟ 2. طيب بالنسبه لاي، اي ظل لها يوم اصلا، فبالتالي باجي بقول هون عندي 3 ل0. وبالنسبه لجي والله حاليا انا باليوم هذا اجيت اشتغلت عليها 2 ل2، تمام؟ طيب تمام، فاذا انا الاي كملتها، ما بروح بكمل جي لانه انا كملت الاي، بدي اشوف شو ايش انفتح عندي، تمام؟ طيب فبالتالي الاي كملت عندي. طب بس كملت الاي عندي، برجع للسكيدجول بلاقي انه والله بالنسبه للاي كملناها لازم افتح كي، بس كي عندي ما يعني ما راح اقدر اشتغل عليها غير اذا كملت جي، صح؟ جي بعدني مش مكملها، فاذا انا ما في عندي شيء جديد مضاف على الجدول الموجود عندي. طيب اذا حاليا انا بشتغل بجي، وجي لها الاولويه، تمام؟ طيب لها الاولويه بينها بتاخذ 2M و2H. طيب مين ظل عندي؟ ظل عندي الاتش، صح؟ هل الاتش بقدر اشتغل عليها؟ قال لك لا، ليش؟ لانه بدها 1 هيلبر، والهيلبر مش متوفرين عندي، هيلبر كرياتهم اخذتهم جي، فاذا انا هون بهاي الحاله بس راح اشتغل على جي تي اكملها. جي قديش لها الديوريشن؟ 2، فانا لازم اشتغل كمان يوم على جي، وهيك بكون انا كملت الجي، تمام؟ بعد ما كملت الجي باجي طبعا بظللها وباجي بشوف ايش الاكتيفيتي اللي فتحت عندي، برجع للسكيدجول، والله جي كملناها
والإي كملناها معناته كي بقدر أبلش فيها، تمام؟ طيب تمام، فبالتالي كي الآن بقدر أبلش فيها، ماشي؟ طيب الآن بعد ما عرفت إنه كي وأتش بقدر يعني أس اللي بدي أبلش فيهم هم كي وأتش، تمام؟ طيب تمام. بالنسبة لك والله مين إله الأولوية بين كي واتش؟ بتلاحظ إنه كي إلها ليت ستارت أقل اللي هو 9، فبالتالي الأولوية لك. طب كي كم بدها؟ بدها 2M1H. حلو، ممتاز جدا. إذا الكي كم بدها؟ بدها 2M1H. هاي 2M1H هذول لمين؟ لك. طب كم ظل عندي؟ ظل عندي 3M1H. هل بقدر أبلش فيهم بجي بأتش؟ طيب والله الاكتيفيتي اتش قال لك بقدر ابلش فيها لانه بدأ 1M1H، فاذا هذول بكفوا لاتش، فبالتالي الان بقدر ابلش باتش وكي مع بعض. طب فبنيجي نبلش باتش وكي مع بعض، الاتش طبعا الديوريشن لها 2 وبالنسبه لكي الديوريشن لها 6. طيب فباجي بقول هاي الاتش 1 لـ1 وبالنسبه للكي اللي هي 2 1، بكمل اتش كمان يوم بتخلص اللي هو هذا اليوم، و 2 لـ1 الاتش هنا عندي طبعا خلصت، فباجي بوقف وبشوف ايش اللي راح يرح الاكتيفيتي الجايه اللي ممكن تنفتح عندي، تمام؟ فبالتالي طبعا باجي بضل الاتش هون، خليني اجي انظر الاتش، ماشي خلص كملناهم. ظل عندنا الان كي، كي طبعا انا مبلش فيها، نشوف بس كملت اتش واف وجي مين اجى عندي؟ اجى عندي ال، فالان ال بقدر ابلش فيها. طيب ال حاليا بقدر ابلش فيها، طب هل ال بقدر ابلش فيها؟ طيب بنشوف، بنيجي بنقول الكي لها الاولويه لانه انا مبلش فيها اصلا، فبالتالي الكي بتاخذ 2M1H. طيب ال بدها 3M2H، طب مش متوفر عندي انا 2H، مش متوفر عندي 2 هيلبر، معناته ال ما راح اقدر ابلش فيها لحد ما اكمل كي، فبالتالي بروح باجي بروح بكمل كي. طيب بكمل كي على 2 لـ1، طبعا كي 6 ايام بشتغل عليها، هون كمان 2 1، هون 2 1، هون 2 1، هذول 1 2 3 4 5 6، فانا اشتغلت 6 ايام هيني، خلص باجي بكمل كي وبسكرها. طبعا باجي برجع للسكيجول بشوف انه كي بيجي بعديها ام، بس ام ما بقدر اشتغل عليها غير لبين ما ال تكمل، تمام؟ فبالتالي الان يعني ام انا عندي مش مفتوحه، فبالتالي باجي بروح بكمل على على ال، تمام؟ طيب ال شو بدها؟ 3M2H، خلص باجي بقول ال والله خلص بقدر اشتغل عليها، وكم الديوريشن لها؟ يومين، فباجي بشتغل على ال، باجي بقول هون 3×2، هون 3×2، وهيك اشتغلنا ال وكملناها، وما ظل عندنا اخر شيء غير ام، انها الديوريشن لها 1، فبالتالي باجي بشتغل على عليها، وبتحتاج هي ل 2 لـ1، يعني بتحتاج 2M1H، فبالتالي باجي بحكي هون 2 إلى 1، تمام؟ وهيك أنا بكون كملت السيريز ووزعت العمال بناء على هذا السكيجول، وبناء على إنه الأكتيفيتي كلها عندي كونتينيوس اللي ببلش فيه لازم أكمله كل يوم أشتغل عليه لحد ما أكمله، تمام؟ كانت هاي الفرضية الأساسية اللي بتبعها، حيث إنه بلشت أنا بإيه؟ أيوه، بعدين صرت أشوف مين الأكتيفيتيز اللي بقدر أبلش فيها، الأكتيفيتي اللي بقدر أبلش فيها ببلش فيها حسب الأولويات، أيوه، وإذا لحد ما طبعًا ببلش فيها حسب الأولويات لحد ما يخلص عدد العمال عندي ما اقدر ابلش طبعا باكتيفيتي ثانيه. فشفنا انه البي والسي بقدرت ابلش فيهم مع بعض، بعدين جينا شفنا انه بس كملت السي بروح بشيك اي اكتيفيتي بكملها، بروح بشيك، ما بروح بضل مكمل تا اكملهم الثنتين، لا لازم اروح اشيك اعرف بعد ما تكمل اي اكتيفيتي لازم تروح تشيك تعرف ايش الاكتيفيتيز اللي انفتحت عندك او ايش الاكتيفيتي اللي بتقدر تشتغل عليها الان، تمام؟ لانه العلاقات عندك فينش تو ستارت ولازم تهتم بهذا الموضوع، ماشي؟ طيب ماشي. فبعد ما مثلا كملنا سي لقينا انه الاف والجي والاتش بقدر اشتغل عليهم، واشتغلنا عليهم وشفنا وصلنا انه لاحظ اخر شيء الديوريشن المشروع كم صفت؟ صفت يعني انه انا بدي انهيه في نهايه اليوم 20، تمام؟ ايوه، يعني انا بدي 20 يوم عشان اكمل هذا المشروع، يعني بكل بساطه احنا بدنا 20 يوم لاكمال هذا المشروع، ماشي؟ طيب ماشي. فاذا هاي هي الفكره الاساسيه عندي. طيب فاذا طبعا هنا لا تنسى انك تظل ال وظلم انك انت كملتهم، وهيك احنا وزعنا العمال. طيب بقول لك في عندنا ممكن خطوه اضافيه يعني تنطلب منك، انه تطلع مجموع الميسونز لكل يوم، ومجموع ايضا مجموع الميسونز ومجموع مين؟ مجموع الميسونز ومجموع الهيلبرز. فممكن ينطلب منك مجموع الام ومجموع الاتش، طيب تيجي بتجمعهم بس بتجمعهم لكل يوم، يعني بالنسبه لليوم الاول مثلا احنا بس اخذنا 2M1H، باليوم الثاني خلينا نشتغل مثلا بهذا اللون. طيب باليوم الثاني مثلا احنا اشتغلنا باثنين واثنين 4M و2H، واليوم البعدي 4M و2H. طيب بالنسبة لليوم البعدي هون 2 هون 3 معناته 5M و1H اشتغلنا.
طيب هون هون تيجي تجمع هذول مع بعض، أيوة 2 و3 5 مع 1، بعدين بنيجي وبنشوف هون اشتغلنا 1 و3 و1، يجينا اشتغلنا 5M و2H معناته هون. طيب بعدين يجينا اشتغلنا هون 3 و1 اللي هي 4 و2 وهكذا، يعني جمع بسيط 3 و1 4 و2، وعندنا هون كمان 3 و1 اللي هي 4 و2 باليوم اللي بعديه. بعدين وصلنا لهذا اليوم، أيوة 3، طبعا هاي لون إذا مش مبين، هاي 3 و2 يعني 5 و0 و2 2. طيب وبعدين هون بنيجي بنقول اشتغلنا 2 و2، بعدين نيجي نحكي هون اشتغلنا 1 و2 و1، يعني باجي بحكي 3 و2، وهون كمان اشتغلنا 3 و2، بعدين هون كملنا 2 و1 2 و1 2 و1 2 و1، هون 3 و2، هون 3 و2، وهون آخر شيء 2 و1. تمام، فهيك انا طلعت مجموع الام ومجموع الاتش لكل يوم انا اشتغلت فيه على هذا المشروع، وهيك احنا بنكون كملنا طريقه السيريز. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله في الفيديو القادم راح نبلش في طريقه البارلل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في امان الله.